يقول أعرفكم بأنني شاب عازل وقد توفي والدي ووالدتي وتركوا لنا ميراث وقد تزوج إخوتي جميعا إلا أنا وعند تقسيم الميراث اتفقت مع إخواني جميعا على أن يخرجوا لي نفقات زواجي من فوق الرؤوس فهل هذا حرام أو حلال نرجو منكم الإفادة هذا لا يجوز إلا إذا سلحوا به إذا سلحوا بذلك عن طيب أنفسهم نعم فلا بأس بذلك أما الإلزام فلا يلزمهم ذلك وإنما تزويجك من مالك أنت ومن ميراثك أنت يقول اتفقت معهم لعل هذا الاتفاق صالح يفتح باب خير إذا كان اتفاق اختيار فلا بأس أما إذا كان اتفاق إلزام فهذا أمر لا يجوز لأنه ليس لك عليه الحق وزواجك كان على والدك في حياته وأما بعد وفاته فإن زواجك يكون عليك أنت ومن مالك ومن ميراث إلا إذا ساعدوك هم عن طيب أنفسهم فلا بأس جزاكم الله خيرا إذا تزوج إخوته من التركة لا كل له نصيبه لا يتزوج إلا من نصيبه بارك إلا برضا الآخرين طيب.